المكتبات العراقية. مساء الخير نديم، أعتقد أن كركوك هي واحدة من المشاكل. المشكلة الأساسية هي الخلاف حول القائمة المغلقة أو اعتماد القائمة المفتوحة. في العام 2005 اعتمدت الحكومة العراقية القائمة المغلقة. نحن نعرف أن الانتخابات في العراق مبنية على النسبية وتقسم على 18 محافظة، وهناك 275 مقعد في البرلمان، منها 50 يجرى انتخاب على أساس العراق دائرة واحدة. هذا الخلاف في العام 2005 كانت اللائحة مغلقة، وأعتقد أن المرجعية الشيعية في النجف وافقت على اللائحة المغلقة، لأنه في ذاك الوقت كانت الأطراف الشيعية في لائحة موحدة. اليوم نحن أمام لائحتين شيعيتين، وهو باعتقادي ما دفع المرجعية الشيعية إلى المطالبة باللائحة المفتوحة حتى يتسنى للناخب يعني اختيار المرشحين الشيعة ووضعهم في لائحة واحدة. هذا هو إذا الخلاف أردنا أن الأساسي نوضح برأيي. للمشاهد إذا أردنا أن نوضح للمشاهد الفرق والتأثير بين اللائحة المفتوحة أو اللائحة المقفلة على نتائج الانتخابات وفق الانقسامات السياسية الحاصلة الآن في العراق، كيف تتأثر؟ يعني ما هو تأثير اللائحة المغلقة وعلى من؟ وما هو تأثير اللائحة المفتوحة وعلى من؟ اللائحة المغلقة تجبر الناخب بالتزام كل المرشحين في اللائحة الواحدة، وهذه قد تتضمن مرشحين شيعة وسنة وكرد وتركمان، يعني مرشحين يمثلون كل الطوائف في البلاد. أما اللائحة المفتوحة فيمكن للناخب الاختيار، إذ ذاك مثلا ممكن اختيار الناخبين الشيعة. في ميزان القوى أعتقد أن الأغلبية السنية في العراق تعارض اللائحة المفتوحة، كذلك يعارض الكرد في الشمال اللائحة المفتوحة، لأنهم غالبا ما يترشحون في لائحة موحدة هي لائحة التحالف الكردستاني عن شمال العراق. وحدهم الأكثرية، يعني أكثرية الطائفة الشيعية هي التي تؤيد القائمة المفتوحة، وقد هدد السيد السيستاني بمقاطعة الانتخابات في حال اعتماد اللائحة المغلقة، وباعتقادي هذه هي المشكلة أكثر من كركوك. لماذا كان السيستاني مع اللائحة المغلقة عام 2005 والآن يطالب باللائحة المفتوحة؟ ذكرت موضوع الانقسام الشيعي، لو توضح أكثر هذه النقطة لو سمحت. يعني هناك شيء من الانحياز الطائفي. السيد السيستاني في العام 2005 كانت الأطراف الشيعية مرشحة من ضمن قائمة واحدة موحدة هي قائمة الائتلاف العراقي الموحد. اليوم انقسمت اللائحة، هذه اللائحة الشيعية الكبيرة، إلى قوتين أساسيتين، واحدة بقيادة السيد الحكيم والجعفري وعادل عبد المهدي، والأخرى بقيادة رئيس الوزراء نور المالكي. هذه المعركة بين اللائحتين الشيعيتين في حال تم اللجوء إلى لائحة مغلقة تقلص من حظوظ المرشحين الشيعة في دخول البرلمان. يعني السؤال أن هل البرلمان العراقي مقسم يعني لكل طائفة عدد من المقاعد كما هي الحال في لبنان؟ لا، ليست الانتخاب نسبية من ضمن المحافظة الواحدة، هناك الكوتا تقسم على عدد الكراسي حسب عدد المحافظات، طبعا مع بغداد تحصل على عدد أكبر، على أكبر عدد من المقاعد. نعم، ولكن هناك نسبية، وكل لائحة إذا كانت لائحة مغلقة يعني كل لائحة تحصل على مقاعد في البرلمان تساوي نسبة الأصوات التي أخذتها من الناخبين. في حال القائمة المفتوحة يتغير الوضع وتصبح الانتخابات فردية، بمعنى أن نسبية الأصوات تعود إلى الناخب وليس إلى الكتلة أو اللائحة ككل. نعم، طيب وفق ما هو حاصل الآن، وفق فشل البرلمان العراقي في إقرار قانون الانتخابات للأسباب التي ذكرناها للتو، هل بات فعلا احتمال تأجيل العملية الانتخابية احتمالا كبيرا؟ الأمر المطروح في العراق اليوم هو العودة إلى قانون
2005 في حال فشل البرلمان في تصديق في التصديق على قانون جديد مع نهاية هذا الشهر. واليوم سمعنا أوساط رئيس الحكومة نوري المالكي تهدد بأن هذا الموضوع قد يؤثر سلبا على الموضوع الأمني. لكن باعتقادي أن الانتخابات ستجري في موعدها وأن الأطراف السياسية تحاول المناورة حتى آخر دقيقة، والمخرج قد يكون العودة إلى قانون 2005، ولكن ستحاول الأطراف التغيير أو إدخال تعديلات على ذاك القانون. من الواضح أن الانتخابات العراقية مهمة أيضا للجانب الأمريكي الذي يعني سينهي وجوده في المدن العراقية، يعيد انتشاره بشكل أو بآخر تطبيقا للاتفاق مع الحكومة العراقية. المالكي كان في واشنطن قبل أيام، التقى الرئيس الأمريكي وعدد آخر من المسؤولين. كيف تراقب واشنطن التطورات في العراق؟ ماذا تتوقع وما هي التأثيرات لكل سيناريو عليها؟ السيد نوري المالكي هو أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في العراق، وهي تعول عليه في استمرار العملية السياسية. ما هي أهمية الانتخابات البرلمانية العراقية بالنسبة للولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة تنتظر التصديق بالاستفتاء الشعبي على معاهدة بين بغداد وواشنطن حول بقاء القوات وانسحابها في العام 2011، وهذه المعاهدة تسمح للولايات المتحدة بإخراج العراق من تحت بنود فصل السابع التي تسمح للقوات الأمريكية بالتواجد كقوات محتلة في العراق اليوم. إذن إجراء الانتخابات في موعدها ضروري حتى يتسنى بعد ذلك العراقيين الذهاب إلى استفتاء والتصديق على هذه المعاهدة، ولذلك تنظر الولايات المتحدة إلى الانتخابات كموعد أساسي. وما سمعنا في التقرير صحيح أن القوات الأمريكية قد تعيد الجدول في حال تأخرت الانتخابات، وهذا برأيي موضوع بعيد ولكنه مطروح. طيب، كان هناك أيضا تركيز على الملف الأمني، توقعات لها علاقة ب يعني تدهور الملف الأمني مع اقتراب العملية الانتخابية بعد التفجيرات الأخيرة الدموية أو الأربعاء الدامي في العراق. يعني هناك انخفاض في حدة التفجيرات، كيف تتوقع كمراقب تطور الملف الأمني بموازاة الاقتراب من موعد العملية الانتخابية؟ يعتبر المراقبون أن الميليشيات الباقية في العراق ستحاول يعني أن تثير بعض العنف وتحاول أن تضعضع الوضع الأمني في العراق، ولكن برأيي لن يعود العراق أدراجه إلى تلك الأيام الدموية التي لم يعني التي فشلت في أثنائها الولايات المتحدة والقوات العراقية على ضبط الوضع. طبعا يعني سنشهد تصاعد في أعمال العنف، ولكن لا أعتقد أنه سيذهب إلى الأسوأ. من واشنطن، حسين عبد الحسين الصحفي والزميل الزائر في معهد شاثام هاوس، شكرا جزيلا لك. شكرا نديم. في استوديو 24 بعد الفاصل، كوشنير يزور بيروت غدا ويؤكد على دعم سيادة لبنان. We are not in the capital city of Beijing, and this is not the real Forbidden City.